نور اللي حروح لمحطتنا التالية الأمل هو شرارة ممكن يمتلكها أي شخص، ومع الإرادة والإصرار ممكن تصير قوة نقدر من خلالها نحقق طموحنا وأحلامنا. لهيك بدأت لمة أمل اللي هو فريق تطوعي تأسس بعام 2015 وجعل من أطفال ذوي الإعاقة هن الأمل لغيرهم عبر برامج تدريب وتعليم ومحو أمية ليتميزوا بمجالات مختلفة ويكونوا قدوة للآخر. عن هالجهود كلها رح نتعرف اليوم أكثر بالتفصيل على فريق لمة أمل، ومعنا الأستاذة رنا نصري وهي مدرسة ضمن الفريق، وأيضا السيدة هدى قاوقجي مدربة أعمال يدوية وكروشة ضمن فريق لمة أمل. أهلا وسهلا فيكم. رمضان كريم. رمضان كريم، من عاد عليكم بالصحة والسلامة. كل عام. أهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية. بالبداية خلينا نتعرف معك ست رنا على فريق لمة أمل، وكيف بلش مشروعكم الإنساني؟ بلش مشروعنا من فكرة انه هدول الاولاد اللي احنا عم نستقطبهم، او بالاحرى الشباب اللي احنا عم نستقطبهم حاليا، بوقتها انه صرنا نشوف انه هدول الجمعيات ما عم تقبلهم لانه صاروا كبار، فاحنا قلنا ليش ما احنا نستقطبهم ونحن نشوف ونطلع المواهب اللي جواتهم. فطبعا رب العالمين لما حرمهم من شيء اعطاهم شيء بداله. فبلشت هاي الفكرة من قلنا لازم نعطيهم أمل جديد، وبنفس الوقت الأهالي كمان كانوا إنه أي بدنا أولادنا يصيروا يعملوا شيء، ما بدنا إنه خلص الولد بهذا العمر خلص ما عاد بيطلع منه شيء مثل ما عم بيقولوا أغلب الجمعيات، فإنه لا لازم بدنا نحاول. على هذا الأساس انطلقت فكرة لمة أمل وبلشنا معهم. صرنا اول شيء بالتعليم، بتعليم محو الاميه طبعا، نساعدهم باسلوب المونتيسوري، باسلوب شيء قريب لحياتهم اليوميه تماما، وبنفس الوقت عم نعلمهم مهن، يعني اقل شيء بالنسبه للتعليم، يعني اقل شيء نحن نطمح له انه يعرفوا يقروا اسمهم، يعرفوا مثلا يحاسبوا، يعرفوا يتواصلوا مع الاخرين، اذا بده يركب ميكرو بده يركب مواصلات يعرف شو يركب، بالاضافه لهالشيء يقدر يكون معيل لنفسه ما يضل عالي على هالمجتمع. فمهنه طبعا حسب كل ولد حسب ميوله، في منهم ميولهم دق على النحاس، في منهم ميولهم رسم على الزجاج، فلحنا بنشوف وين ميولهم بالضبط وبنحاول ننمي لهم اياها ومنساعدهم فيها. اكيد ست هدى، حضرتك مدربة كروشيه ضمن الفريق، خلينا نتعرف على الجزئيه اللي حضرتك عم تشتغلي فيها مع ذوي الاعاقه. هلا انا اول شيء عندي بنت ذوي اعاقه، فانا من خلال بنتي حبيت انتمي لهالفريق هذا، لانه يعني مدام ريحب الله يطول بعمرها، يعني فكرتها انه بدها تبدع من هالولاد، بدها تطلع شيء. وكمان الانسيرانيا يعني مشهورين عم يتعبوا وبدهم يطلعوا شيء لهالولاد، يعني هالولاد بدهم، ما بدهم اياهم يكونوا عالي على اهاليهم على المجتمع. بالنظره الثانيه انه ما في لهم شيء، يعني ما حدا عم يقدم شيء، يعني لا تاخذيني يعني بهالكلمه، هلا انا بنتي ذوي احتياجات بس تخلف عقلي. هلا في بالشؤون والعمل في ناس بيعطون وفي ناس ما بيعطون كل 3 شهور، يعني هدول إعاقة وهي إعاقة، ليش يعني هدينك بتعطون وليش لهدول ما بتعطون؟ يعني نفس الشيء، يعني بالنهاية إعاقة واحدة، إعاقة مشتركة، شيء بجسمه وشيء بعقله، بس الاثنين بنفذوا لهم نفس النتيجة يعني. فأنا حبيت رشح حالي معهم إنه لا بدنا نعمل شيء للأولاد من خلال هالفريق هذا اللي اسمه لمة أمل. وأنا بحكي باسم الأمهات كلهم، يعني أنا كأم عم تعاني، يعني بدنا مواصلات، بدنا مكان، يعني الست رباب الله يجزيها الخير مركز الثقافي استضافتنا، يعني بدهم مكان، بدهم مواصلات، بدهم شو بيقولوا كوادر، بدهم وسائل تعليمية، يعني كثير في نقص. يعني نحن من خلالكم يعني يا ريت عم يجي دعم لهالولاد. هي رسالة عم تحاولي يمكن توجهيها. طبعا طبعا، يعني في امهات عم تعاني من ناحية المواصلات، الاماكن بعيدة، في امهات بتعاني مصروف،
يعني في طلاب بدهم فوط، في طلاب بدهم أدوية، يعني وكله يعني كله بده سيولة وبده دعم. طيب خلينا نحكي مشروعكم بيستهدف جميع الأعمار. أي إذا بدنا نقول يعني ممكن طبعاً. أي حدا ممكن يشترك معكم، طبعا يجيب طفله ليكون معكم طبعا. نحن ما بنسكر بابنا بوش حدا أبدا، لأنه نحن من معاناتنا عرفتيكي. يعني هلا مثلا بيقولوا لك انه بنتك خلص ما عاد تستوعب، ما عاد، بينما هون عن سيرانيا او الان سيران الله يجزيهم الخير، يعني بالعكس لا ليش لا تعطي لا بتقدر. يعني هلا في اولاد بيركزوا بعيونهم، في اولاد بيركزوا بايديهم، في ما اقول لك كل ولد له مهارته بالله عطيها. صحيح أكيد. فانا بنتي من خلال عيونها يعني دراستها من خلال نظرها، فقالوا لي لا ليش لا بيطلع معها، لا نطولي بالك عليها. بقول لهم يعني بتنسى مثلا بحفظها منه بتنسى منه. قالت لي المدام رحاب شو مأسره خليها معلي معها معها لا بتصير لا, لا. وهن يعني هن صاروا بيحبوه. يعني هلا هلا مثلا انه هلا عطله برمضان مثلا كذا، هي مو مصدقين انت مثلا يرجعوا يلتموا نشاطات، ويعني جو كثير مبسوطين فيه. اكيد. ونحن اليوم عم نحكي عن لمة امل باعتبار دائما يعني الجمعيات او المبادرات بيكون لها دور بردف، يعني من خلال هلا بنعرف انه في حالات ممكن كثير صعبه ما تتعامل مع مؤسسات التاهيل، هون مزبوط. بيجي دوركم. وهون بدي اسالك استاذ، حضرتك بتشتغلي معهم تقريبا من عمر ال 14، في حالات ممكن تكون مستعصيه صعبه مؤسسات تاهيل ما تاخذها، فهون بيجي دوركم التعليمي وعم تتبعوا مهارات جديده اللي هي بتعتمد على الحركه على الاقمشه على وسائل تعليم مختلفه. خلينا نحكي عنها. هلا نحن عم نحاول نعطيهم اسلوب تعليم عن طريق اللعب. تمام. يعني لما انا بدي اعطيهم شيء بقرب لهم اياه قد ما فيني لعمرهم. طبعا عمر دماغهم متقارب هن اللي عنا. صح. تمام. يعني عمر الدماغ عندهم فيك تقولي من 5 سنين لـ7 سنين طفولي. فانا بحاكي هاي النقطه فيهم، يعني انا بشوف كل ولد شو عنده مميزه بجذبه من خلالها. اوقات بضطر اجيب العاب ماريونيت، بقعد بخلي الماريونيت هي تعطي الدرس وتحببهم بالدرس. يعني جد تماما. يعني مثلا عم بعطيهم درس الحواس، بجيب لهم انا مواد اللي بتساعدني على هذا الشيء، مثلا بجيب لهم ورده، بجيب لهم شوكولا، يعني بس طبعا ما لازم نكثر لهم سكريات لانه ما بيسوى لهم. فطبعا انا كل هاد بحاول انا اعمل لهم درس تفاعلي، حتى انا بشجعهم هن يحكوا انه مثلا مين بده يعطيني شغله فلانيه له هديه، مين بده كذا، تحفيز. هن بيحبوا هالشيء. تمام. حتى بنتها بتقلي أنسى حياتي اشتقت لك، إيه بدي أشوفك أنسى حياتي. فإيه الحمد لله متعلقين فينا وهن حابين الأولاد. عم يكون في تفاعل، هذا المهم. صح. يعني قديش عم تحسوا حالكم عم تقدموا إنجاز لو كان هذا الإنجاز ضمن هي الإمكانيات الموجودة. صحيح. البسيطة. صحيح. قديش بتحسي هيدا التفاعل كمان بيأثر عليك بشكل إيجابي وفي إنجاز بالأخير عم تحسوا؟ بصراحة أنا قد ما كنت مثلا بتعرفي ضغوط الحياة والستريس، قد ما أكون مضغوطة لما بروح لعندهم بينسى ما بعرف كيف بيجيني النشاط والتفاعل، ضحكتهم لحالها ما يعني انا بتفائل فيها، بتعطي طاقه ايجابيه بشكل مو طبيعي. اكيد. يعني بالختام نتشكر وجودكم معنا، اكيد تحيه لكم، تحيه لكل حدا عم يشتغل بلمه امل، وبنتمنى دائما هيك الامل يضل موجود ان شاء الله، لانه لولا ما كنا قدرنا نتكلمنا على اي شيء. طبعا اكيد طبعا. اكيد طبعا. شكرا كثير لكم كثير يعطيكم الف عافيه. يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم، تحيه لكل كادر لمه امل، نتمنى لكم التوفيق وانجازات على الصعيد الانساني مع هدول الاشخاص اللي لهم مكانه خاصه كمان. شكرا كثير لكم باذن الله. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه.